الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ففي الساعة 10 من صباح الأربعاء وتاريخ 23/6/1443 الموافق 26/1/2022 اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس عمادة الدراسات العليا في جلسته رقم 13 وتاريخ 1/6/1443 المكونة لمناقشة الرسالة العلمية المقدمة من الطالب سلطان حميد الحياني. وبعد انتهاء اللجنة من المناقشة والتداول فيما بينها، أوسط اللجنة بما يلي: أولاً، قبول الرسالة بدرجة 98 وتقدير ممتاز زائد مرتفع. والتوصية بمنح الطالب درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة التربوية والتخطيط. كما أوصت اللجنة بالتوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية. نسأل الله تعالى للطالب التوفيق وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك، سلطان مبارك.